نجيب على عدة أسئلة. عدد الملحدين في مصر كام؟ كام؟ أنا ما عنديش إحصائية. بيقدروا بالملايين. الإلحاد خطر يعمل على ضرب الاستقرار في المجتمعات التي تقدس الأديان وتحترم تعاليمها، وهو أحد أسلحة الغزو الفكري التي يراد من خلالها بدعوى الحرية الدينية هدم الأديان وإضعاف النسيج المجتمعي، وهو سبب مباشر من أسباب التطرف والإرهاب. أن الإلحاد خطر على الأديان السماوية الإسلامية والمسيحية واليهودية، لأن الملحد لا يؤمن بوجود الله عز وجل، حيث أن الإلحاد تدمير للأديان كلها. لا تملك الدولة التفتيش في عقول الناس والبحث عن من مؤمن ومن غير مؤمن. النقطة الثانية انه في الحقيقة نحن نخلق وحوش وهمية، يعني الكلام حوالين انتشار الظاهرة وكذا لا توجد دراسة احصائية تقول لنا كم واحد ولا كذا ولا ايه الموضوع، ولا هي كلها مناقشات على السوشيال ميديا.